الحقيقة مهرجان العالمين السنة دي مش بس بيقدم حفلات موسيقية، ولكن بيقدم عروض مسرحية مختلفة للجمهور. ومن بين العروض دي مسرحية الشهرة اللي من إخراج وتأليف المخرج الكبير خالد جلال، وبيقدم من خلالها مجموعة كبيرة من الوجوه الجديدة للجمهور، وكمان مسرحية السندباد بطولة الفنان الكبير كريم عبد العزيز. وفي المسرحيتين في فريق كبير جدا ورا الكاميرا بيشتغل عشان يقدم افضل صوره للجمهور. من بين الفريق ده الدكتوره نيفين رأفت، مصممه الملابس، اللي هتكون معانا دلوقتي على الهاتف. مساء الخير دكتور نيفين رأفت. اهلا وسهلا بحضرتك منورانا على شاشه القناه الاولى. دكتور نيفين، عرض مسرحيتين استعراضيتين هي السندباد والشهره، عايزه اعرف من حضرتك يعني استعدادك لتصميم ملابس استعراضيه في المسرحيتين كان عامل ازاي؟ بصي حضرتك، هو كل مسرحيه بتختلف عن الثانيه، بيبقى ليا فيها رؤيه عايزه احققها، وده بيجي من خلال النص السكريبت اللي موجود. وبعدين مصمم الازياء عامه او الديزاينر لازم يكون عنده خيال. أكيد. الخيال ده هو اللي هو بيحققه على الطبيعة. يعني أنا بشوف حاجة معينة، برسم السكتش بتاعي، بشوف الخامات بتاعتي، بشوف الديكور اللي هيكون، الإضاءة اللي هتكون، وبدرس الألوان اللي هتكون على المسرح شكلها إيه. يعني بعمل خطة للألوان، يعني لازم بتكون في فكره معينه في دماغ حضرتك وحضرتك بتصمم الملابس لاي عرض استعراضي او عرض فني عادي. اي عمل حتى لو تاريخي انا لازم اتخيل الشخصيات، ولو عمل تاريخي لسنه معينه برجع للدوكيومنت اللي عندي وبذاكرها كويس جدا، وبعدين ابتدي اصمم وابتدي بقى اشوف الملابس والاكسسوارات والاحذيه والسيوف. يعني بيبقى عمل كبير جدا في الحقيقه. لو هنتكلم بقى عن الملابس وشكلها في العرضين، عرض طبعا الشهره اكيد هيبقى مختلف تماما عن السندباد، فعايزين نعرف الملابس شكلها عامل ازاي في مسرحيه الشهره مثلا. بصي والله انا نفسي اسيب لكم مفاجاه عشان بس احنا شايفين من البرومو يعني شكل الازياء ممكن يكون عامل ازاي. والله احنا عندنا في الشهره حاجه هتتعمل لاول مره في الملابس. يعني انا هنا مستخدمه تكنيك مختلف تماما، وخاصه في اخر فصل، وده من اهم الاجزاء اللي موجوده في المسرحيه اللي فيه ابهار عالي جدا جدا، لاني النص يسمح لي ان انا اعمل النوع ده من الازياء والنوع ده من الابهار. يعني وبعدين ما تنسيش ان انا معايا مخرج متالق. كنت لسه اتكلم في النقطه دي بالذات تحديدا دكتور نيفين، مخرج كبير ومؤلف العرض هو الاستاذ خالد جلال، طبعا بيهتم بكل التفاصيل. هل كان في تدخلات منه مثلا او افكار منه على تصميم ملابس مع حضرتك في شغلك؟ انا عايز اقول لك حاجه، استاذ خالد جلال من المخرجين المتميزين جدا. أكيد. لان هو بيخرج وبيكتب، وبعدين هو يقدر يطلع اكبر عدد من الناس على المسرح. هو عنده هذه المقدره. أي. ان هو يبقى على خشبه المسرح فيه 100 واحد واقفين وهو كانه بيعزف. انت عارفه ما حد كده الموسيقار ياخد العصايتين دول كده ويبتدي يعزف. المايسترو هو استاذ خالد جلال بيبقى المايسترو بتاع العمل. هو في الحقيقه بيسيب لي حريه الابتكار، فده بيديني مساحه. يعني ده مش مقيدني بحاجه، لكن هو ممكن يكون عاوز لون معين، ممكن يكون عايز شخصيه مثلا معينه تتعمل بطريقه معينه لحاجه في دماغه، هو شايفها في دماغه. فانا كمصممه ازياء لازم احقق له حلمه، لازم احقق للمخرج الرؤيه بتاعته. طيب ده بالنسبه لمسرحيه الشهره، مسرحيه زي مسرحيه السندباد مثلا بتتكلم عن حقبه زمنيه مختلفه. شوفي السندباد ده حاجه خياليه، ده مش حاجه، يعني ده شيء خيالي، زي مثلا الف ليله وليله ده شيء خيالي. فده يسمح لي ان انا استخدم كل انواع الخامات في تصميم الازياء. ده دام شيء خيالي يبقى انا هحقق الرؤيه بتاعتي باستخدام جميع الخامات اللي حضرتك تعرفيها واللي حضرتك ما تعرفيهاش. اكيد انا ليا اسلوب
وتكنيك في تصميم الازياء. دكتور نبيل، هل في الوان او لاين معين بتتبعيه وحضرتك بتصممي الازياء؟ انا بعمل خطه للمسرحيه، يعني بعمل بلان، بيبقى قدامي كده تشارت كبيره كده، وببتدي احط الالوان بتاعتي بحيث ان اي حد بيتفرج من الجمهور على المسرحيه هيلاقي في تناسق في الالوان. يعني زي مثلا مسرحيه علاء الدين بتاعت احمد عز، زي مسرحيه الملك لير، في الوان كتيره جدا، لكن المتلقي في الاخر حاسس ان هو شايف تابلوه. طب اتفضلي دكتور نبيل. اتفضلي. طيب دكتور نبيل، هل كان في وقت معين استغرقتيه وحضرتك بتصمم الازياء، سواء بقى في مسرحيه الشهره او في مسرحيه السندباد؟ بصي حضرتك، انا لما باخد مسرحيه من قبل ما اخدها بشوف الوقت اللي بتاع المسرحيه امتى، وبشوف الكم اللي بتاع الشغل قد ايه. فانا يعني الحمد لله انا والتيم بتاعي بنقدر. وخدي بالك برضو حاجه، ان الخبره عليها عامل كبير جدا. اكيد. يعني انا ست بشتغل بقالي 30 سنه في المسرحيات والافلام والمسلسلات، فانا عندي خبره خلاص. الحاجه اللي بتاخد من اي حد 3 4 ساعات بتاخد مني ربع ساعه. اكيد دكتور نبيل، لاني انا ورايا تيم كبير جدا بيشتغل. نتمنى حضرتك يعني كل التوفيق طبعا دكتور نبيل رأفت، مصممه ملابس مسرحيه الشهره والسندباد. شكرا جزيلا لحضرتك.